السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في السماوات وله الحمد في الأرض وله الحمد فيما بينهما وله الحمد في كل زمان وله الحمد بكل لسان وله الحمد في كل وقت وآن حمده من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وكل شيء يسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فله الحمد على خلقه لخلقه وله الحمد على تدبيره لشؤون خلقه وله الحمد على ما علم وعلى ما كرم وعلى ما أنعم له الحمد على آلائه ونعمائه وإفضاله له الحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء على العرش استوى على الملك احتوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وسع كل شيء رحمة وعلما وفضلا وكرما فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة في الله ما زلنا وإياكم مع سورة عظيمة من سور القرآن من آخر السور المكية نزولا من آخر السور المكية نزولا لم ينزل بعدها في مكة من القرآن إلا 10 سور إن كملت فهي من أواخر السور المكية ومن أعظم سور القرآن كما أخبرت في اللقاء الماضي سورة كلها من أولها إلى آخرها تتحدث عن رب العالمين تتكلم عن الله جل جلاله عن ملكه وعن قدرته وعن آلائه وعن إفضاله وعن ما يتعلق به جل وعلا من أفعاله الدائرة بين الإفضال والإكرام والإحسان والعدل فليس فيها ظلم ولو كان مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سورة تباركت كما تبارك القرآن كله فسميت بسورة تبارك كما سميت بسورة الملك كما سميت بالمنجية كما سميت أيضا بالشافعة لأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة كما تسمى أيضا بالموقدة لأنها تنقذ من عذاب القبر وتنجي منه ولها أسماء ولها فضائل
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن في قلب كل رجل وامرأة من أمتي سورة الملك. ود الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السورة محفوظة في قلوب أمته رجالا ونساء كبارا وصغارا، هي ورد الصالحين، لا أعلم أحدا من الصالحين لا يحفظ سورة الملك، فهي سورة تقرأ في كل ليلة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته وهم في سفر، فذلك الصحابي أقبل على مكان وبنى فيه خباء له، وكان ذلك الخباء بني على قبر لأحد الشهداء، فلما نام رأى في منامه صاحب القبر يقرأ سورة الملك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنجي من عذاب القبر، إنها تنجي من عذاب القبر. وأيضا قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من فتنة القبر. وقد ورد في الأثر أيضا أن قارئ سورة الملك إذا وضع في قبره دافعت عنه سورة الملك، فإذا جاء العذاب من جهة قدميه قالت سورة الملك قد قام بي يصلي من الليل، وإذا جاء العذاب من جهة رأسه قالت سورة الملك قرأني بلسانه، فتدفع ويدفع الله عز وجل بها العذاب عن أهل القبور الذين حافظوا على قراءتها في حياتهم، ويوم القيامة لها شأن عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم سورة في كتاب الله عد آياتها 30 آية شفعت لصاحبها فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. شفعت لقارئها فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، سورة الملك. بدأت هذه السورة بقوله تعالى: تبارك. وقد كان لقاؤنا الماضي عن هذه الكلمة تبارك، وتكلمنا فيها وأن كلمة، وذكرنا أن كلمة تبارك تساوي كلمة تعالى، وأن هاتان الكلمتان لا يجوز صرفهما إلا لله، فلا يجوز أن يقال لمخلوق تبارك، ولا يجوز أن يقال لمخلوق تعالى، فتبارك خاصة بالله، وتعالى خاصة بالله، ولذلك يقال: قال الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجوز أن يقال: قال فلان تبارك، أو قالت فلانة تباركت، فالتبارك لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا من الله، ولا يكون إلا بإذن الله. والله عز وجل مبارك، الله عز وجل مبارك لكل مبارك، مبارك لكل مبارك، فلا بركة في شيء لم يجعل الله البركة فيه أصلا. وقد ذكرت أن الله جل وعلا جعل البركة في أشياء من خلقه، فالأرض جميعا بارك فيها كما قال تعالى: وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فمن البركة التي جعل الله في الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، من تلك البركة ما زالت عيون الماء تخرج من الأرض، وما زالت الأرض تنبت نباتها، وما زالت الأرض تستقبل البذرة وتستقبل الماء ثم تخرج أنواعا شتى من النبات. إذا نزل عليها الماء بأمر الله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالحرث فعلكم والزرع فعل الله جل جلاله،
والأرض باركها الله جل وعلا يوم خلقها فأصبحت تأخذ البذرة الواحدة الحبة الواحدة فتنبت منها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه البركة الظاهرة في الأرض متفاوتة على حسب أقطارها وعلى حسب أماكنها، فأفضل بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، فمكة أفضل بقعة وأبرك بقعة على وجه الأرض منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة. إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وبركته شاملة للأقوال فيه والأفعال فيه ولما خرج منه، فالماء الذي خرج منه ماء مبارك وهو ماء زمزم آية من آيات الله عز وجل، والبيت الذي بني فيه بيت مبارك وهو كعبة الله المشرفة التي تتوجه إليها وجوه المصلين من أنحاء المعمورة في كل وقت وحين، وكل شيء في ذلك المكان مبارك والصلاة مباركة فيه، لذلك ضعفت ب100,000 صلاة، والزكاة مباركة فيه والصوم مبارك فيه والحج لا يكون إلا إليه، إذن ذلك مكان مبارك وكل من جاء إليه فيحصل فيه من البركة على قدر المكث في ذلك المكان. فمن كان ماكثا في البيت الحرام مصليا بالبيت الحرام يبارك له في أفعاله أكثر مما يبارك لغيره، لذلك كانت المنافسة في السير إليه وكانت المنافسة في المكث فيه. قال الله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطائفون ليسوا سواء، والركع فيه ليسوا سواء، والسجود فيه ليس سواء، فأكثر الناس بركة في عمله أكثرهم إخلاصا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مكة تأتي بقعة أخرى مباركة وهي المدينة المنورة، باركها الله عز وجل وبارك فيها ضعفي ما بارك في مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة ضعفي ما باركت لأهل مكة، فتباركت السكنى في المدينة، وتبارك الطعام في المدينة، وتبارك الشراب في المدينة، وطعام أهل المدينة أبرك من طعام أهل مكة، فمن تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة كل يوم لا يضره سم ولا سام ولا سحر ولا شيء من هذه المضار كلها، وتربة المدينة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء لسقمنا كيف لا. وهي مدينة حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته إلى قيام الساعة، وهي بقعة فيها أسس أول مسجد أسس على التقوى بعد المسجد الحرام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. إذن أيضا فيها المسجد النبوي، ذلك المسجد الأول قباء، وهذا مسجد النبي فيها، وفيها مسجد القبلتين ومسجد الإجابة، وهي كلها حرم من عير إلى ذوق، ليس فيها مكان إلا وهو مبارك، لكن الصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي عفوا هي التي وردت فيها المضاعفة إلى 1,000، وبقية المدينة كسائر بقاع الأرض من حيث مضاعفة الصلاة، لكنها مباركة من حيث السكنى، لذلك كانت الهجرة إليها وكان الإيمان يهرس إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الإيمان ليهرس إلى المدينة كما تهرس الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليهرس يعني يرجع إلى المدينة كما تهرس الحية إلى جحرها، أي كما ترجع الحية إلى جحرها. وما من مؤمن على وجه الأرض إلا وهو يحب
يحب المدينة ويهوى المدينة ويتمنى أن يأتي المدينة، مدينة طابت وطاب المقام بها، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة وأحبها، وكان إذا سافر عنها ورجع إليها أسرع السير، حتى إن الإبل التي يركبها هو وأصحابه ليشتد بها السير، والنبي ينظر إلى المدينة يقول هذه طابة، هذه طابة، من حبه لها صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة طيبها الله وبارك فيها بعدما حل بها الحبيب مهاجرا، وحل بها مؤسسا لدولة الإسلام، كانت قبله تسمى يثرب، ويثرب من الثرب، والثرب المرض، فكانت تعرف بالمرض والسقم. جاء إليها والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فأصابته حمى يثرب فمات بالمدينة. وكم من إنسان جاءها قبل الإسلام فمات بها، حتى اشتهرت بيثرب من كثرة أمراضها وأسقامها. فلما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم طرد الله منها الأمراض والبلايا والرزايا، فأصبحت أطيب بقع على وجه الأرض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقول ما وجدت علاجا لأمراض النفس مثل زيارة المدينة والجلوس في مسجد النبي، وخصوصا في روضة من رياض الجنة حواها ذلك المسجد، والذي نفسي بيده ما من إنسان يضيق صدره ويشتد عليه الكرب في أيام من الأمور ويتوجه إلى مسجد رسول الله ويدخل تلك الروضة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، فيصلي فيها ما شاء الله إلا وفرج الله همه ويسر أمره وأزال غمه، كيف لا وهي روضة من رياض الجنة، والجنة حكمها أن كما قال الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. حرام الحزن، حرام الهم والغم على قوم دخلوا الجنة. لذلك الجنة لا أذكر على وجه الأرض اليوم شيء منها إلا ذلك الحجر الذي في الكعبة وتلك الروضة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجر في الكعبة من الجنة، والروضة التي في مسجده صلى الله عليه وسلم من الجنة، والمدينة مباركة كلها من عير إلى ذور، وعير جبل خلف جبل أحد، وذور جبل في الجهة الأخرى المقابلة، وكذلك من الحرتين الشرقية والغربية. هذه حدود المدينة المباركة، مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة بحفظ الله، تحفظها الملائكة من الأمراض والأسقام كما تحفظها من الدجال وفتنته، كما حفظ الله عز وجل مكة. أما البقعة الثالثة المباركة فهي الشام كلها، فالشام كلها مباركة كما شهد بذلك القرآن. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالشام مباركة من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، وكذلك مصر مباركة كما أخبر بذلك القرآن، فقد أخبر القرآن ببركة مصر وأنها مباركة، وأن الله بارك في أقواتها وأرزاقها، قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهذه البركة التي جعلها الله في بعض مناطق الأرض هي بركة بسبب ذكره جل جلاله، فكل بقعة ذكر الله عز وجل عليها تباركت وتبارك ما فيها بذكر الله، وكل بقعة لا يذكر الله عز وجل فيها فإن البركة تزول منها لو كانت فيها بسبب عدم ذكر الله. ولهذا لا يتبارك طعام لا يذكر اسم الله عليه، ولا يتبارك مكان لا يذكر اسم الله فيه، ولا يتبارك زمان لا يذكر أهله الله جل جلاله. لهذا كان من أفضل الأزمنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنزول القرآن فيه، ولتلاوة النبي للقرآن وتلاوة الصحابة له. هذه بقع من الأرض تباركت،
وكذلك ما ينزل من السماء كله مبارك، فما نزل ماء من السماء على الأرض إلا وهو مبارك، أنزل من السماء ماء مباركا، فالمطر كله مبارك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر خرج إليه وكشف عن رأسه واستقبل الماء على رأسه وقال إنه ماء مبارك، حديث العهد من ربه، حديث العهد من ربه. وماء المطر يشفي الله عز وجل به أمراضا شتى في جسم الإنسان وفي نفسه، فكم من الأمراض يعالجها المطر. اركض برجلك هذا مغتسل بارد، وشراب، وانظر إلى غزوة بدر وماذا فعل الله بالصحابة، أنزل عليهم ماء من السماء مبارك ليطهرهم به ويثبت به الأقدام، فثبت به القلوب فلم يدخلها خوف، وثبت به الأقدام فلم يسحب أحد إلى جهة القلب ولم يفر، وثبت به كذلك وطهر به الأجسام. كذلك البحر مبارك كله، البحر مبارك كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فالبحر طهور لا ينشسه شيء، والطعام الذي يخرج من البحر مبارك، وهي الحيتان بأنواعها وأشكالها كما قال تعالى لحما طريا، فذلك كله من المباركة التي ذكرها الله عز وجل عن الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. هذا من بركة الله جل جلاله. وهنالك أمور أخرى مباركة، فما هي؟ هنالك أشخاص مباركون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مبارك كله، شعره مبارك وريقه مبارك وكل شيء متعلق به صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، كان وبوله ودمه وكل شيء يخرج منه. خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية يتوضأ، فكان الناس يتلقون ما يقطر من ماء وضوئه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تفل تفلة استقبلها بعض الصحابة بيده فدلك بها وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، ريقه مبارك، دمه مبارك. نادى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأعطاه دما من دم الحجامة الذي كان يحتجم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الله خذ هذا الدم واجعله في مكان لا يراه أحد. قال ابن الزبير فأخذت الدم فنظرت فلم أجد مكانا لا يراه أحد إلا بطني فشربته. قال ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعلت بالدم؟ قال يا رسول الله وضعته في مكان لا يراه أحد. قال لعلك شربته؟ قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، فأصبح من أشجع خلق الله، أشجع رجل في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لا يخاف البت، لا يخاف أبدا. لما حوصرت مكة حصرها الحجاج بن يوسف، وكان عبد الله بن الزبير قد بويع في الحجاز خليفة للمسلمين، فأول ما فعل جاء بعد بيعته خليفة للمسلمين إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، فقال لها يا أمه لقد سمعت خالتي عائشة تقول إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فتح مكة، يقول لها يا عائش لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة بناها إبراهيم لها ركنان فقط، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، والجهة الثانية على شكل هلال وهي التي فيها حجر إسماعيل، ولم يجعل لها سقفا، وجعل لها بابان، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، عند كل ركن باب.
فلما جاء السيل وتصدعت هدمتها قريش وقالوا لا نجعل في بيت الله إلا حلال، فكان الحلال قليلا فبنوا نصفها المربع هذا وتركوا الباقي الذي يسمى الآن الحطيم ويسمى حجر إسماعيل، تركوه لأنهم لم يجدوا ما يبنوه به، فبناها عبد الله بن الزبير على بناء إبراهيم وكان يصلي بداخلها. فجاء إليه رسول الحجاج يخرج من الكعبة لأنها ستهدم وهو في صلاته، وإذا بالحجاج يرمي الكعبة بالمنجنيق بالحجارة فتتساقط وهو قائم يصلي حتى هدمها وهو بداخلها. فلما مات أخذه فسلخ جلده عن عظمه وعلقه وصلبه، فمرت به أمه فقالت وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. الشاهد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه فهو مبارك. عرقه من أطيب ما يكون الطيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عند امرأة من بني النجار، كان لها بيت مرتفع فكان الهواء والبرد يوجد في بيتها، فيقيل النبي صلى الله عليه وسلم عندها في خيمتها فتضع له فراش من أذن فيتعرق صلى الله عليه وسلم من شدة الحر، فتأتي هذه المرأة فتسلت العرق من جسد